البقاء لله. وفاة أسطورة الزمالك منذ قليل، ننشر التفاصيل. وعاجل منذ قليل، رئيس الوزراء يعلن سعر جديد لرغيف الخبز قريبا. وتنويه عاجل لأصحاب المعاشات، ننشر التفاصيل الكاملة لجميع المصريين. وعاجل منذ قليل، حقيقة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتحقيق أرباح اقتصادية. والإحصاء يعلن مفاجآت حول معدل البطالة في مصر خلال الربع الأخير لعام 2021. وأبو جبل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر يصدم الزملكاوية وينتقل إلى نادي سعودي، بننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة على حضراتكم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر ونخش على طول في التفاصيل. وأول خبر معانا، وعاجل منذ قليل، رئيس الوزراء بيعلن سعر جديد لرغيف الخبز قريبا. ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أن الحكومة بتناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز. وأضاف الدكتور مدبولي في مؤتمر بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 88 حينما ارتفع الخمس قروش، حينها كانت تكلفة الرغيف 17 قرش. النهاردة تكلفته 65 قرش، تكلفة صنع رغيف الخبز 65 قرش. يجب أن ننظر لهذا الموضوع، نضع السيناريوهات والاحتمالات. هنتحرك وتابع، هنشوف الفئات المهمشة ونشوف التأثير عليهم. بأكد هيحصل، لكن نشوف السيناريوهات عشان نطمن على الفئات المهمشة وكيف نضمن عدم تأثرهم بشكل كبير. والدكتور مدبولي أكد أنه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز سنضمن عدم تضرر الفئات الأكثر فقرا. وتابع، لازم يبقى فيه تحرك طفيف بشكل منتظم عشان ما نجيش بعد 30 سنة نلاقي الدنيا خربت. بنتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء كتير وبندقق البيانات. أهم حاجة البيانات، أهم حاجة في القرار أيا كان توقيته، نحافظ على هذه الفئات، ندرس الاحتمالات عشان نشوف الفئات دي. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، طبعا يعني هيتم تحريك سعر رغيف الخبز، ولكن هنحطه في الاعتبار الناس المهمشة والناس الأكثر احتياجا. وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. بننتقل مع بعض الخبر آخر، و البقاء لله. وفاة أسطورة الزمالك منذ قليل، وتوفى أحمد مصطفى أسطورة الزمالك السابق عن عمر يناهز 82 سنة وسط حزن في أسرة القلعة البيضاء التي حرصت على تقديم نعي وفاته على السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويملك أحمد مصطفى من التاريخ الكبير نظرا لما حققه من نجاحات لا تعد ولا تحصى مع القلعة البيضاء عندما كان لاعبا، وتبع ذلك خدمة للزمالك في الكثير من المناصب الكروية. وكان آخر مناصبه تواجده العام الماضي ضمن لجنة الحكماء التي اختيرت للاستفادة من خبراته الكبيرة. ويعد الكابتن أحمد مصطفى اسم كبير داخل نادي الزمالك، حيث قدم العديد من الخدمات للقلعة البيضاء في مناصب مختلفة، بداية من ظهوره كلاعب ومرورا بمناصب كثيرة على مستوى الكرة، وتم اختياره مؤخرا ضمن لجنة الحكماء بالنادي. فاز أحمد مصطفى مع الزمالك بالدوري 3 مرات، عام 59 و60 و63 و64 و65، وكذلك كأس مصر 3 مرات، 58 59 و59 60 و61 62. وعلى المستوى الدولي، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 64 وكأس الأمم الإفريقية عام 62. وأعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق ومدرب حراس المنتخب الوطني مع المعلم حسن شحاتة وفاة الأسطورة الزملكاوية أحمد مصطفى، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. المصدر معانا كامل اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتنويه عاجل لأصحاب المعاشات، وننشر التفاصيل الكاملة لجميع المصريين.
شهدت التأمينات والمعاشات المصرية تحولا كبيرا في الفترة الأخيرة مع إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات. أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر بيشمل العديد من المزايا مثل زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تجديد العقوبات لمنع التهرب التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليه. وبيّنت أنه بحسب قانون المعاشات الجديد فإنه يجوز للمرأة غير المتزوجة صرف مرتبها إضافة إلى معاشها من والدها حتى لو كانت موظفة، سواء كانت آنسة أم مطلقة أم أرملة، شرط أن يكون مرتبها من وظيفتها أقل من معاش والدها. وفي هذه الحالة تحصل على الفرق بين المرتبين، فعلى سبيل المثال لو كانت قيمة مرتبها 500 جنيه ومعاش الوالد 1000 جنيه فيكون من حقها صرف 500 جنيه وهي الفارق في القيمة بين الراتبين. حيث تطلب وزارة التأمين والمعاشات ورقة بها مفردات مرتب هذا الموظف من محل عمله قبل التقديم على المعاش الوالد لإجراء المقارنة بين الراتبين. وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة أوضحت المقدم أنه يمكن للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات دون حدود، وهو ما ينطبق عليه على المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد، حيث يمكنهم الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، والجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات دون حدود. بالنسبة للأولاد فإنهم يمكنهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، كما يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود. ده بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونرى من الدولة يعني اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصة ودعم كبير من نظام المعاشات المقدم لهم. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. منذ قليل حقيقة خصخصت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتحقيق أرباح اقتصادية. نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تزامنا مع إنشاء الشركة القابضة رعاية مصر لتحقيق أرباح اقتصادية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء، أكدت أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. شددت على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يهدف لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويضمن تقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الطبية، وتتحمل فيه الدولة تكلفة علاج غير القادرين. موضحة أن الهدف من إنشاء الشركة القابضة رعاية مصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية هو العمل في مجالات الرعاية الصحية، أهمها إدارة المستشفيات وإدارة الكيانات الصحية وإنشاء المستشفيات وصيانتها والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة وحاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية. وفي سياق متصل تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل خدمات طبية وفقا لأحدث التقنيات الطبية المقدمة بمصر، وتشمل هذه الخدمات كل الأمراض من بينها التدخل الجراحي والتحاليل والأشعة وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية وعلاج الأسنان والأغذية العلاجية والتكاملية وغيرها. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. مرة أخرى بلاش نمشي ورا الشائعات، ما نصدقش أي كلام يتقال. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والإحصاء تعلن عن مفاجأة حول معدل البطالة في مصر خلال الربع الأخير لعام 21. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.5% في الربع السابق من عام 2021، بانخفاض قدره 0.1% في الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2% عن الربع المماثل من العام السابق.
جاء ذلك خلال بيان نتائج بحث القوى العامة للربع الرابع لعام 2021 الذي أصدره جهاز الإحصاء، مشيرا إلى أن تقدير حجم قوة العمل سجل 29.6 مليون فرد مقابل 29.3 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع بقدرها 9%. ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 11 ألف متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 273 ألف فرد. وبلغ تقدير المتعطلين 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.4 من إجمالي قوة العمل، 1.2 مليون ذكر و920 ألف إناث، مقابل 2.2 مليون متعطل في الربع الثالث 2021 بانخفاض قدره 11 ألف متعطل بنسبة 0.5% وبارتفاع قدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.6%. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر آخر. وأبو جبل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر يصدم الزملكاوية وينتقل إلى نادي سعودي. وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي النصر السعودي لكرة القدم توصل لاتفاق لضم حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيف المقبل. وكتبت الصحيفة السعودية عبر حسابها على موقع تويتر أن النصر اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل لضمه مجانا بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل. وكان أبو جبل خطف الأضواء في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا بقيادته منتخب الفراعنة لبلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة بركلات ترجيح أمام السنغال. وسبق لأبو جبل البالغ من العمر 32 سنة اللعب لأندية إنبي وسموحة ويدافع عن ألوان الزمالك منذ عام 2019. المصدر معنا كان من صحيفة الرياضية السعودية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أبو جبل رسميا يعني في الصيف المقبل هينتقل من نادي الزمالك إلى نادي النصر السعودي، وده هيكون خطوة جديدة لأبو جبل. أبو جبل لو حضراتكم تتذكروا يعني كان بيصد ضربات الجزاء أمام الكاميرون بطريقة يعني بارعة جدا وبدراسة قوية وبجد واجتهاد. هو فعلا يعني وصلنا للنهائي في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، فربنا يحفظه ونتمنى له كل خير يا رب، إن شاء الله ربنا يوفقه. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. وجمعة مباركة على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.